إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في مساء هذه الليلة من خلال الانطلاقات والتحديات وملخص سجن أصحاب السمو الشيوخ التي جمعتنا مع آخر أيام سن الصغار لهذا اليوم ولهذا المهرجان الخاص بالهجن في مرموم 2022 و23. 13 شوطا ذهبت مع تحدياتها لهجن أصحاب السمو الشيوخ من مسافة 6 كيلومترات لسن الإذاع. أول التحديات ذهبت لهجن الزعبيل حيث حققت الانتصار بثمان من الدقائق و58 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان مرات المكتوم، وتهانية للمضمر راشد بن محمد بن مرشد. بينما مشاهدينا الكرام، حل في المركز الأول في شوطنا الثاني الرئيس في هذه الأمسية شاهين من هجن العاصفة، انتزع الناموس وحقق المركز الأول بتوقيت زمني مقياسه 9:03.8 من الثانية، ليهدي جماهير وعشاق هجن العاصفة هذا الناموس وللمضمر غياث الهلالي. أما الشوط الثالث، الشاهينية كانت حاضرة لهجن الرياسة بقيادة المضمر سالم بسعيد بن عمان المهيري، قطعت المساوي 9:03.8 من الثانية لتحقق الناموس والهدف المنشود. الشوط الرابع ذهب برزان بالناموس لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، 9:06.7 من الثانية، تهانينا الناموس وسلام شحاني سلام. أما الشوط الخامس، الشاذلية التابعة لهجن الشحانية، انتزعت الناموس والانتصار في هذا اللقاء بتوقيت زمني مقياسه 9:09.7 من الثانية، سلام وتحية الشحانية ولجار الله بن محمد بن عقيل. أما الشوط السادس، حضرت من خلالها الشاهينية التابعة لهجن زعبيل حيث حققت الانتصار بتسع من الدقائق و5.01 من الثانية وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مرشد. الشوط السابع ياتي شاهين لهجن العاصفة محقق الناموس والمركز الأول، وهنا ياتي بتوقيته الزمني 9:05 بالوفاء والتمام والكمال، وتهنية لغياث الهلالي. أما الشوط الثامن يأتي كذلك دور الشاهينية لهجن زعبيل منتزع الناموس ومحقق المركز الأول بتوقيت مقياسة 9:03 بالوفاء والتمام والكمال، وتهنية للمضمر راشد بن محمد بن مرشد. ألغام حلت في المركز الأول في الشوط التاسع، هنا لجار الله لهجن الشحانية والقيادة لجار الله بن محمد بن عقيل المري، 9:03.7 من الثانية، حيث حقق الهاتريك في هذا المساء. الشوط العاشر، شاهين هجن زعبيل، ويضيف النقطة السادسة هنا في هذا المساء مسجل أفضل توقيت لهجن زعبيل، تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد المكتوم على حضوره وتشريفه وكذلك الأداء اللي قدمته الهجن في هذا المساء بست نقاط 8:57 بالوفاء والتمام والكمال. شوطنا الحادي عشر، أبابيل لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري، 9:01.6 من الثانية، تهانينا ناموس لهجن الشحانية، نقطة رابعة يضيفها كذلك هذا الشعار ومع المضمر جار الله بن محمد بن عقيل البرنس. الشوط الثاني عشر، الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة المضمر، هنا في هذا اللقاء بقيادة المضمر حارب بن مغير العميمي، حيث قطع المسافة 9:05.2 من الثانية. أما الشوط الختامي فكان شاهين حاضرا شوطنا 13 لهجن العاصفة، حيث اختتم السباق في هذه الأمسية ب9:04.9 من الثانية لهجن العاصفة، تهانينا ناموس والتهنية للمضمر غياث الهلالي. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة حاضرة وواصفة أمامكم من خلال تحديات في هذا المساء لهجن أصحاب السمو الشيوخ. إلى أن يحين، ويأتي موعد إن شاء الله اللقاء يوم السبت مع سن الكبار وبداية أشواط الكبار. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه من الجميع في انطلاقات المرموم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.